أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولنا حلقة جديدة وبرنامج هموم الناس. حلقة اليوم فيها عدة محاور. المحور الأول هو التعليم في محافظة صلاح الدين. حقيقة لا يزال التعليم في محافظة صلاح الدين يعاني الكثير، وخاصة قلة الأبنية المدرسية. اليوم بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل إنصاف طلبتنا. اليوم لا نزال نعاني في مراكز المدن ولدينا دوام ثلاثي. اليوم مشكلة أيضا مشكلة المدارس في القرى والأرياف، هذه المشكلة التي لم تستطع الحكومة إيجاد حل لهذه المدارس، ولا تزال هنالك لدينا مدارس كرفانية، وهنالك مدارس طينية، وهنالك مدارس شويدت على نفقة الأهالي. اليوم وصلتنا مناشدة من أهالي منطقة حمرين أو ناحية حمرين التابعة لقضاء الدور شرق محافظة صلاح الدين. طبعا هاي المدرسة مدرسة أم المؤمنين، مدرسة شيدت سنة 1989، شيدت مدرسة في ذاك الزمن، وكانت مدرسة ذات 6 صفوف وإدارة، ومدرسة شبه حديثة، ولا نزال كثير من المدارس التي شيدت سنة 89 هي في الخدمة، ولا تزال مدارس جيدة جدا. ولكن في عهد وزير التربية الأسبق محمد تميم كان هنالك نية أو خطة لتشييد المدارس الحديدية. هاي المدارس حقيقة أعتقد لم تدخل الخدمة خلاص لحد الآن، هي رغم تشييد عدد منها ولكن لم تنجز منذ عام 2011، ولحد الآن هاي المدارس رغم الميزانيات الكبيرة التي أنفقت لهذه المدرسة. أهالي المنطقة ناشدونا قالوا هاي المدرسة تم إزالتها من أجل بناء مدرسة حديدية بمكان المدرسة التي شيدت سنة 89، ولكن منذ عام 2011 ولحد الآن لم تنجز هذه المدرسة. اضطروا الأهالي إلى بناء مدرسة مكان هذه المدرسة. المدرسة تتكون من 3 غرف فقط أو 3 شعب، شعبتين فقط للطلبة. طبعا تعداد الطلبة قرابة 100 طالب في المدرسة. المدرسة الشعبة الأولى فيها طلاب الصف الأول والثاني، أما الشعبة الأخرى ففيها طلاب الصف الثالث والرابع والخامس، 3 مراحل في شعبة واحدة، ما أعرف شلون يدرسوهم حقيقة يعني. أما الغرفة الأخرى فهي لإدارة المعلمين. طبعا هذه المدرسة تفتقر إلى أبسط المقومات. طبعا هذه المدرسة لا تزال لا بوب ولا شبابيك، مجرد سقف وجدران من أجل لما الطلاب داخل هذه المدرسة. طبعا الطريق غير معبد حتى يوصل المعلمين أثناء نزول المطر، ماكو دوام في هذه المدرسة. المدرسة بحاجة إلى التفاتة. يعني اليوم الأهالي ناشدوك يقول لك إحنا شنو ذنب طلابنا، وين نروح بهم؟ صحيح إحنا طلابنا طلاب قرى، ولكن اليوم نحن بحاجة إلى مدرسة. مدرسة سنة 89 شيدت، وسنة 2011 زلتوها من أجل بناء مدرسة أفضل، ولكن لحد الآن لم تنجز هذه المدرسة، وليس لها أساس أيضا المدرسة. يا ريت يكون جزء منها يحاولون الأهالي وضعها أو ترتيبها، ولكن هذه المدرسة لم يكن لها حتى أسس، مجرد ما قاموا بإزالة المدرسة ومن أجل بناء مدرسة جديدة. ومنذ عام 2011 ونحن في 22 سنة 22 ولا نزال 2022 ولا تزال هذه المنطقة تفتقر إلى مدرسة. خلي وصلنا يعني حقيقة صور لهذه المدرسة قد تكون غير صالحة، ولكن مضطرين لنشوفها للسادة المشاهدين. انطيني الصور مخرجنا.
أعزائي المشاهدين، عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا أكيد شفتوا هذا الواقع التعليمي في محافظة صلاح الدين. طبعا نتمنى أن تفتح ملفات المدارس في محافظة صلاح الدين منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، وأنا على يقين إذا فتحت هذه الملفات ستظهر كوارث. سنجد مدارس منجزة على الورق ولم نجدها على أرض الواقع. أمنا فعلا أن يفتح هذا الملف مدرسة، هاي المدرسة أم المؤمنين في ناحية حمرين. طبعا هذا خير دليل على المستوى الذي وصلت للتعليم في محافظة صلاح الدين. ناخذ محورنا الثاني، أزمة الكهرباء. أنا ما أعرف ليش يعني هذه أزمة الكهرباء اللي صار لنا من 2003 ولا نزال لم نجد حل لهذه الأزمة. طبعا أزمة الكهرباء، طبعا في مدينة تكريت، تحدث عن مدينة تكريت 24 ساعة الكهرباء اختفت من من المدينة. عسى أن يكون الأسباب خير وأن تعود مرة أخرى الكهرباء. طبعا هاي الأزمة، أزمة الكهرباء في فصل الصيف، أزمة كهرباء في محافظة صلاح الدين، وفي فصل الشتاء أزمة. بس أعرف يعني أزمة الصيف لود على الكهرباء، اليوم ليش أكو أزمة كهرباء؟ أيضا أكو أزمة مثلا يعني اليوم التشغيل في مدينة تكريت، تحديدا مدينة تكريت، لأن التقرير اللي عدنا زميلنا مصطفى محمد هو من مدينة تكريت. اليوم هذه الأزمة، الأزمة التي طالت على محافظة صلاح الدين، أعتقد أنه مدينة تكريت أقل مدينة تجهز بالكهرباء في عموم العراق، ولم تأخذ حصة أسوة بقية مدن المحافظة. أعتقد أن التجهيز في مدينة تكريت أطفاء من 4 إلى 5 ساعات، والكهرباء الوطنية تأتي ساعة واحدة. طبعا حاولنا الاتصال بمدير كهرباء، مدير توزيع كهرباء محافظة صلاح الدين. طبعا هذه ليست المرة الأولى اللي نحاول الاتصال بمدير كهرباء محافظة صلاح الدين، طبعا لا يرد على التليفون ولا يرد على رسائل. تروح للدائرة ما تلقيه. ثقوا أنا يمكن خامس أو سادس مرة أروح للدائرة حتى نتعرف عليه، نتعرف طبيعة عمله، دا يشتغل ما دا يشتغل، ولكن مع كل الأسف أنا لحد الآن لا يرد على تليفوناتنا. حاولنا يكون ضيف ليوضح للسادة المشاهدين هنالك مشكلة أخرى لضاف إلى مشكلة الكهرباء، مشكلة القوائم العالية التي يعني حقيقة بحق أصحاب المحال التجارية قوائم كبيرة جدا، يعني بالشهرين كلها بالمئات الآلاف، يعني 200 300 ألف 400 ألف، أكو محلات كبيرة 500 ألف. هاي الأرقام الكبيرة اللي تحسبها دائرة توزيع كهرباء صلاح الدين، ولكن لحد الآن لم يجد. يا ريت يعني أخذوا فلوس بس أكون توفرون كهرباء. تقول 3-24 ساعة كهرباء في مدينة تكريت لم تأتي ولا دقيقة. خلينا نشوف هذا التقرير اللي عدنا زميلنا مصطفى محمد في مدينة تكريت. احنا بالنسبة لانقطاع الكهرباء هاي ام وقتين اياه، يعني بالصيف عانينا ما عانينا، عانت الناس، يعني اللي يعاني منها المواطن الاعتيادي، المواطن البسيط، يعانون منها اهل المهن، جماعة الحي الصناعي، جماعة البرادات، المواد الغذائية واللحوم. تدري هاي الدنيا صيف ودرجة الحرارة المرت علينا صعدت 50 درجة مئوية، يعني احنا وحاليا هسه احنا الشتاء دعنعاني. يعني اليوم اني اريد اطلع على الدوام ماكو مي اريد نغسل بيه مي دافي ماكو، يعني هاي مآسي مع الاسف. يعني المواطن العراقي منين يتلقاها؟ ما يعرف منين يتلقاها، يتلقاها من الكهرباء، من المي الملوث، من الصحه، تراجع المستشفيات تريد كانونه هاي ام 500 دينار ماكو، والاول شبابنا مع الاسف عطاله بطاله بدون راتب. يعني الشباب هم روح الحياة، هم روح المستقبل، هم روح المجتمع، تلقيهم أكثرهم مع الأسف قاعدين ببيوتهم بدون، خريجين كليات وخريجين معاهد، وتلقيهم لا شغل ولا عمل. وإحنا نعيد على موضوعنا، موضوع الكهرباء مآسي مع الأسف دعنا نمر بيها، وهاي ليست المرة الأولى، هاي كل سنة يعيدون هاي الشغلات، يطفون إياه بأيام البرد القارص وأيام الحر الجاف. إحنا نحمل الحكومة مالتنا، الحكومة المركزية لبغداد، والحكومة حكومة محافظة صلاح الدين، لأن المسؤول بالمحافظة، المسؤول هو الأب لنا. إذا حاليا إحنا نحمله كافة المسؤولية على هالانقطاع الكهرباء وتدهور بعض الخدمات اللي تمر بها المجتمع مدينة تكريت خاصة ومحافظة صلاح الدين والعراق عام. نعم، بداية كلامنا السلام عليكم وشكرا لقناة سامراء
الأصيلة التي دائما مع المواطن بكل خبر وكل حدث. ضغط الكهرباء هاي تكرر علينا كل سنة، بالصيف وقع البرج وقام البرج، وبالشتاء نفس الشيء، دا نعاني من قاعد نعاني والله. يعني احنا ناشد الحكومة المحلية انه انت تناظر بموضوع الكهرباء، الجو بارد يعني لا اكو سبالت حتى نقول ضغط عليها، ولا اكو ذاك الشغل القوي. فاحنا نريد انه كهرباء لا بالصيف اكو ولا بالشتاء اكو، يعني هاي من 2003 الى هذا يومك معقوله ما لها حل؟ يعني ماكو يعني شغل. العالم شوف الشعوب الدول وين تقدمت، واحنا بعدنا نريد كهرباء وغير كهرباء. والله غير المسؤولين، حمل مسؤولية المسؤولين، انت كمسؤول يعني ناظر بهذا الشيء، يعني شوف انه اقل شيء انه الكهرباء يعني ما نريد غير خدمات. هسه ثلاث ارباع الشعب العراقي على طالب بطاله من شباب وخريجين مهندسين وجامعات ومعاهد قاعدين يشتغلون عماله او لو ماكو شغل. هسه عاد كهرباء بس وفر المواطن كهرباء والحمد لله وشغل ما غير شيء بعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا بخصوص ما يخص الكهرباء، اليوم صار 72 ساعه كهرباء منقطعه بمدينه تكريت. المولد ما قاعد يتحمل، طبعا 18 16 ساعه قاعد يشتغل، وموضوع الكهرباء يعني موضوع مأساوي جدا بهذا الجو البارد. نطلب من الساده المسؤولين الاهتمام بهذا الموضوع باسرع وقت ممكن. هسه انت متحملني مسؤوليه على مكتب على شيء، انا اتحمل مسؤوليه اي شيء يصير زين. فهو مسؤول الكهرباء، مدير الكهرباء وينه؟ معاون مدير الكهرباء وينه؟ الصيانه وينهم؟ شنو الفيلم اللي قاعد يصير؟ ما قاعد يفتهمه المواطن، يريد يعرف. كل اعلام ما صار عنده. هسه اول نتيجه اعلام شفناكم اليوم بمدينه تكريت قاعد تفترون، لا ماكو اي 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 قناه جابت طاري الكهرباء. تكريت اليوم صار 72 ساعه خالي عن الكهرباء تماما. اعزائي المشاهدين، عدنا لكم مره اخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا ازمه الكهرباء في محافظه صلاح الدين ازمه شائكه ومعقده حقيقه، ازمه عباره عن خيوط ليس لها لا اول ولا اخر. أملنا من وزارة الكهرباء أن تلتفت لمحافظة صلاح الدين وتعطي حصة كافية لهذه المحافظة. يعني يعقل مركز محافظة صلاح الدين تكريت أربع ساعات إطفاء وساعة تجي الكهرباء ساعة متقطعة؟ ما أنا ما أعرف ليش، يعني والله هذه المدينة مدينة تكريت اليوم ترى مواطنين عراقيين وأملهم فعلا أن الدولة تنصفهم. إذا أروح على كافة الدوائر تجد أنه محافظة صلاح الدين غير منصفة حتى في التخصيصات المالية. أملنا فعلا أن تنصف محافظة صلاح الدين وتحديدا مدينة تكريت. استبشرنا خيرا نسمع بمحطة الجالسية في سامهرة والمحطة الحرارية، وبالمحصلة النهائية الكهرباء كهربات السنة اللي نحن في عام 22 نفس الكهرباء اللي كنا فيها عام 2019 و2018. ثقوا ما تغير أي شيء، الكهرباء نفس الإطفاء نفس ساعات التجهيز. بأحسن حالات الكهرباء اثنين تجي الكهرباء وأربع ساعات إطفاء، وهاي المشكلة الكبيرة. ولو فتحت تحقيقات بالمبالغ المرصودة لوزارة الكهرباء أنا على يقين بكل قضاء نفتح محطة كهرباء، ولكن مع كل الأسف أنه لا نزال نعاني ونتحدث في أزمة الكهرباء. نروح للمحور حلقتنا الآخر هو السيطرات. السيطرات مع البضائع اللي تدخل للمحافظة والمرورا بالمحافظات. اليوم صادفتنا قصة ونحن في دائرة زراعة محافظة صلاح الدين، انه احد التجار مستورد تقاوي بطاطا، والسائق مالته عبر الحدود التركية وعبر منفذ محافظات الإقليم أو الموصل مرورا إلى أن وصل محافظة صلاح الدين. طيب اليوم أوراق رسمية، لو لم تكن أوراق رسمية ما دخل لا من محافظة نينوى ولا دخل من منفذ إبراهيم الخليل ولا محافظة نينوى أو محافظات الإقليم إلى أن وصل إلى مدينة الشرقاط. طبعا تحدث يقول استوقفتنا سيطرة الشرقاط، والآن السائق منذ 7 أيام في السجن. وبالمحصلة النهائية عندما شكلت لجنة المحكمة في محافظة صلاح الدين اتضح أنها فعلا تقاوي للبطاطا، وأنها مادة تستخدم لزراعة البطاطا في العراق. طبعا شنو ذنب السائق؟ خلنا نروح التاجر يخسر يربح مو مشكلتنا، ولكن نسأل على ذنب السائق. شنو الذنب اللي اقترفه السائق اللي
انحجز 7 أيام طبعا في سجن في قضاء الشرقاط، وتحول إلى مدينة تكريت إلى أن أطلق سراحة. يعني اليوم يلا أطلق سراحة، صادفت هذه العطل كلها، وهذا السائق المسكين هو في السجن. نروح نشوف هذا التصريح لأحد التجار، تجار المواد الزراعية في البلاد. احنا حسب توجيهات وزارة الزراعة مكتب السيد الوزير تردنا روزامة محدثة، وحسب المواسم الزراعية يعني حسب الروزامة الزراعية بالنسبة للمخضر، يعني حسب الموسم إذا متوفر، يعني أنه موسم الزراعي والإنتاج فتمنع من المنافذ الحدودية، وذلك تشجيعا للمنتج المحلي. أما بالنسبة للحوم الدجاج المجزور والبيض، بيض المائدة طبعا، فهذه ممنوعة من الاستيراد أو التداول في الأسواق المحلية، وذلك تشجيعا يعني المنتج المحلي. مناشد إلى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الزراعة الدكتور محمد كريم الخفاجي بشأن موضوع استيراد تقاوي البطاطا. احنا كشركات مستوردين تقاوي بطاطا نعاني من مشاكل وابتزاز في سيطرات، بالذات سيطرة الشرقاط. احنا من ضمن اوراقنا رسمية كتاب موافقة وزارة الزراعة سيطرة مفرق الشرقاط صلاح الدين لجنة اقتصادية، عندنا شحنات دا تجي من اوروبا، وتعرفون انتو ازمة كورونا ومشاكل النقل، يعني بالمودة توصل بضاعة الى حدودنا. قدمنا اجازة من بغداد صدرت على منفذ ابراهيم الخليل، طبعا اخواننا في اقليم كردستان ما يعترفون بهاي الاجازة الا اذا نصدر اجازة من اقليم كردستان، وعملنا على اصدار اجازة من وزارة الزراعة في إقليم كردستان. فحاليا عندنا إجازتين، واحدة من الشركة العامة المعارض العراقية استيراد تقاوي بطاطا، وعلى ضوءها أصدرنا إجازة من إقليم كردستان استيراد تقاوي بطاطا ضمن موافقة السيد وزير الزراعة، وهي ممكن تطلع عليها، وكل أوراق ممكن تطلع عليها أوراق رسمية. بالإضافة إلى ذلك منافست تصريح جمركية، كتاب الحجر الزراعي في منفذ إبراهيم الخليل، وإضافة إلى ذلك كتاب من زراعة نينوى اللي هي ضمن تعليمات وزارة الزراعية، تعليمات وزارة الزراعة العراقية. نتفاجأ من توصل البضاعة إلى مفرق الشرقاط، جندي في مفرق الشرقاط قدموا له كل هاي الأوراق، يقول عيوني هاي الأوراق نقعوها وشربوا مايها، احنا بالنسبة لنا ما نعترف بها، نريد نداء. طيب احنا نريد نسأل السيد قائد عمليات صلاح الدين شنو معنى النداء؟ النداء هل هو استمارة تقديم من وزارة الزراعة؟ احنا بضاعة رسمية، على أي أساس تضبط؟ ونطالب بمحاسبة اللجنة الضابطة من قبل قيادة عمليات صلاح الدين، لأن هذا ظلم وافتراء وتأخير. أنا بضاعة صار لها أسبوع محجوزة والسائق بالسجن، صادفت معاها عطل، ندفع عطل للسواق، بضاعة معرضة للتلف، الموسم الزراعي راح يفودنا. احنا مع كل هاي المعوقات ونرجع ضمن كل هاي الأوراق الرسمية تحجز بضاعتنا، والبضاعة اللي هي طابة تهريب وطابة بصورة غير رسمية توصل في العلاوة في بغداد للبيع بالسوق الاستهلاكي ومنافسة المزارع العراقي. فإحنا نطالب الجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات ورفع هاي المظلومية عن تجار البطاطا، مع احترام والتقدير. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس بضيافتنا المهندس الأقدم الأستاذ عباس طه عباس، مدير عام زراعة محافظة صلاح الدين. حياك الله أستاذ. حياك الله أستاذ محمد. شو أخبارك؟ إن شاء الله زين. الحمد لله. شلون وضع الزراعة السنة؟ بالبداية نرحب بقناتكم، أجمل ترحيب، ونشكركم على يعني استقبالنا بالإذاعة وطرح مشاكل الفلاحين والأمور الزراعية التي تخص محافظة صلاح الدين. حياك الله. الحقيقة مديرية زراعة صلاح الدين فد نبذة يعني مقدمة مختصرة عن محافظة صلاح الدين. محافظة صلاح الدين هي محافظة زراعية تشتهر في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر والبساتين، هي غنية طبعا بالمياه وفيرة المياه، رغم أنه شحت المياه إلا أن المحافظة غنية بالمياه الجوفية الموجودة ومياه الأنهار. المحافظة بها تمتلك أراضي صحراوية واسعة، يعني تكون مهيئة دائما لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، غير أن هناك ظروف المناخ وظروف الدعم من قبل الوزارة، يعني أمور أخرى هي
تؤدي إلى عرقلة الإنتاج الزراعي في محافظة صلاح الدين. نبدي حقيقة كان عندنا تقرير اليوم حول المواد المسموح لها بالاستيراد اليوم. اليوم كنا متواجدين بالدائرة، كانت تواجه نعم. مشكلة تقاول البوتيتا، هاي تقاول البطاطا نعم. أنه الدخول شنو المواد المسموح بها من الزراعة وشنو المواد اللي ما مسموح بها؟ نعم، بالنسبة للمواد اللي يعني مسموح بها هي المواد يعني الإنتاج المحلي العراقي هو المسموح به للتداول في العراق. كل المواد من المواد الأخرى المستوردة من لحوم وبيض ويعني فواكه، هاي طبعا مواد مستوردة يعني تكون المنشأ مو عراقي، هذه طبعا ممنوعة من المرور والتداول في العراق. طيب أستاذ، مشكلة تقاول البطاطا نعم. شنو مشكلة تقاول البطاطا وكل سيطرة لازمتهم ووقفتهم؟ الحقيقة بالنسبة للتقاوي هي تعتبر من ضمن البذور اللي يعني تزرع في العراق. البطاطا يعني احنا ما عندنا يعني تقاوي بالعراق، كلها يعني منشأ يعني تركي. هذا طبعا التقاوي تستورد بإجازة رسمية يعني تدخل العراق. يعني كان اليوم من ضمن يمكن صدفة أنتم كنتم موجودين بالدائرة وكانت هناك يعني كمية من التقاوي يعني مضبوطة بالسيطرات. الحقيقة ما كانت بها أي مشكلة لأنه بها إجازة جديدة، بس السيطرات يعني تعرف لأنه تركية المنشأ يحاسب. طبعا هذا نوع من الضبط في محافظة صلاح الدين يعني بالنسبة للسيطرات والأمن الاقتصادي مؤدي دورة يعني بكل نزاهة وبكل ضبط في المحافظة. أداء تقوى البطاطا، شنو المواد المسموحة الأولية للمزارع أن يستوردها؟ شنو المواد اللي تستوردوها؟ بالحقيقة احنا ماكو يعني مواد نستوردها، قلت لك ألا يعني يفتح احنا وزارة الزراعة يعني من تحتاج يعني هي كل المواد اللي تدخل في الزراعة، وزارة الزراعة من تحتاج يعني إلى مادة، يعني شلون نقول احنا يصير يقل عندنا بالعراق يعني هاي المادة نحتاج إلى استيرادها، فتفتح يعني شلون استيراد مؤقت للمادة بجائز استيراد أصولية. يعني أنا أسأل عن المواد الأولية بالزراعة، شنو المواد اللي تدخل تخدم الفلاح؟ مثل اليوم احنا العراق ما متوفره به تقاوي البطاطا، تضطرون لاستيرادها. نعم. شنو المواد اللي يستوردها كمواد اوليه حتى يستغلها الفلاح؟ هي البذور منها التقاوي، بذور الخضروات يعني هاي مسموحه؟ لا، هذه بالنسبه لها احنا نستوردها من مناشئ اجنبيه نستوردها حسب الحاجه، حسب الحاجه هاي تقررها وزاره الزراعه يعني لانه في خصوص دعم. يعني مثلا اذا وزاره الزراعه احتاجت الى استيراد البذور الحنطة لانه هي من عندها التجهيز والدعم على المواقع، يجوز نضطر الى استيراد حنطة يعني مو عراقية. مو احنا الان ما نحتاج حنطة لان الانتاج المحلي عندنا يكفي ويغطي العراق كله. طيب نعم. استاذ اليوم خلينا نروح على عدد الدوائر، كم نعم. دائرة زراعة او كم شعبة زراعية تابعة لزراعة الشعب الزراعية التابعة لمديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين هي 28 شعبة زراعية. 28 شعبة في النواحي والأقضية مقسمة على الرقع الجغرافية الزراعية لمحافظة صلاح الدين. من نجي نشوف أنه 28 شعبة في 8 أقضية نعم. دليل على أنه المحافظة من شمالها الجنوبية منطقة زراعية. أكيد طبعا. طيب أستاذ اليوم هاي المناطق الزراعية غالبية اليوم عندنا المحافظة مقسمة بها مواسم تختلف، موسم مثلا ناس تزرع طماطة أو كلها نعم. تزرع نفس البيان واحد؟ لا طبعا مقسمة، هناك عندنا محاصيل صيفية وهناك عندنا محاصيل خضر صيفية وعندنا محاصيل خضر شتوية وعندنا محاصيل استراتيجية حنطة وشعير وذرة شتوية. يعني مقسمة على المواسم. خلينا نقسم المحافظة نعم. إذا رحنا للديجيل بيش يمتاز؟ احنا يعني هو شوف احنا يعني كل المحافظات الموجودة بالعراق هي يعني متوازنة تقريبا في الزراعة يعني شكو محافظة يعني شكو يعني قضاء عفوا بكل المحافظة، هو مقسم إلى ثلاث أقسام بساتين خضر حنطة هذا بكل الأقضية نعم. بالنسبة لي يعني الاشتهار طبعا هو الدجيل
الدرجة الأولى يشتهر في البساتين، بساتين الأعناب يعني إلى شهرة بها، وكذلك عندهم أراضي صحراوية يعني خارج القضاء لزراعة محصول الحنطة، بس هي يعني الدجيل أكثرها هي الدجيل بلد الإسحاق هي بساتين يعني بساتين بساتين. نعم. نجي على مدينة سامراء نجد غالبيتها زراعة الحنطة. نعم، بالنسبة لمدينة سامراء هي يعني لا الخضر يعني تشتهر بقدر الحنطة يزرعون خضر يعني الحقيقة يعني يعني مدينة سامراء قضاء سامراء طبعا من ضمن طبعا هو أكبر يعني أكبر شعبة زراعية وأكبر رقعة جغرافية تابعة للشعب الزراعية على مستوى العراق بصورة عامة. يعني عندك شعبة زراعة في سامراء هي شعبة زراعة الثرثار أكبر شعبة زراعية بالعراق يعني لأنه تشمل مليون دونم مليون يعني دونم هذا الرقم بشعبة واحدة بشعبة واحدة هي شعبة زراعة الثرثار، علما أن شعبة زراعة الثرثار هي منشطرة من شعبة زراعة سامراء الأم. نعم. بس خلينا نروح على التفاصيل اليوم هذا مليون دونم. نعم مليون دونم دونم داخل هذه الشعبة اللي واحدة. نعم. طيب ايش قد نسبة استغلال الأرض من المية دونم؟ بالنسبة لنسبة استغلال الأرض في شعبة زراعة الثرثار من المليون دونم بحدود 700 إلى 750% من هذه المساحة. الفلاحين طبعا في شعبة زراعة الثرثار هي شعبة زراعة متميزة طبعا في صلاح الدين، تمتلك عقود زراعية وفلاحين جادين يستغلون كافة المساحة. عندك فكرة يعني كم سوقوا العام الماضي من هذه كان طبعا تسويقنا العام الماضي بس هاي شعبة الألاد. نعم كان تسويقنا في العام الماضي طبعا هو انخفاض التسويق بصورة عامة في العراق يعني لأن على المستوى التسويق أنه صار تقسيم المحافظات في العراق أنه واسط رقم واحد صلاح الدين رقم اثنين كان إحنا المرتبة الثانية، لكن على مستوى التسويق كان يعني التسويق منخفض. شكلت شعبة زراعة الثرثار على مستوى تسويق محافظة صلاح الدين ثلث التسويق ثلث تسويق المحافظة صلاح الدين هي شعبة زراعة الثرثار. ايش قد سوقت العام الماضي؟ العام سوقنا بحدود 300 إلى 350 ألف طن. اي نعم هو انخفض يعني التسويق عن العام اللي قبله، لكن كل العراق هو انخفض تسويق. خلينا نرجع للعام اللي سبق العام الماضي. نعم. العام اللي قبله كانت أمطار ما. نعم. كانت شحت أزمة كهرباء. نعم. يعني ما تقصد الوقت ما بنهاية الحصاد قبل الحصاد صارت صيانة الكهرباء. العام اللي عام 2019 نعم ايش قد كان الحقيقة في عام احنا في عام 2019 كان التسويق احنا اعلى محافظة بالعراق لكن كان اكثر من 700 الف طن. نعم اكثر من 750 الف طن ما كان هناك نسبة وتناسب بين المحافظات المتنافسة. يعني مثلا عندنا محافظة نينوى كانت الخطة الزراعية لها يمكن بحدود 3 ملايين يعني دونم ما سوقت 900 من الثلاثة، يعني كان التسويق تقريبا 30% هم من ينحسب. بس احنا شلون قاسوها على كمية التسويق. محافظة صلاح الدين كانت الخطة بحدود 1,100,000 دونم يعني سوقت يعني تقريبا 80% من تقاس على الخطة الزراعية. نعم فكانت مغبونة محافظة صلاح الدين هي المفروض المرتبة الأولى في 2019. طيب لأنه صادفتنا سوقت يمكن أكثر من 750 ألف أكثر من 750 ألف 750 ألف طن. نعم. طيب ليش انخفضت ل 350 ألف طن؟ نعم يعني الفرق بين هذا. نعم. و 400 ألف طن. نعم سبب الانخفاض هو أكو هناك ثلاث أسباب هي باختصار نناقشها. السبب الأول هو يعني زراعة الحنطة يعني مهما يكون أكو مياه ومهما يكون أكو كهرباء لكن يعني تحتاج إلى أمطار يعني هطول أمطار لأن الأمطار هي طبعا تساعد على النمو يعني بها استفادة كبيرة للبذرة ولنبات الحنطة. نعم وللتربة كانت انعدام الأمطار يعني بصورة عامة يعني بالمحافظة ما نزلت أمطار أبدا. الشغلة السبب الثاني هو رداءة التيار الكهربائي في المحافظة.
يعني كان القطاع يعني كبير على المناطق الريفية، وطبعا بالأواني الأخيرة في وقت الفطام كان هناك اجتماع في محافظة صلاح الدين، ولولا وقفة السيد محافظ صلاح الدين في يعني رية الفطام يعني انطى امر الى دوائر الكهرباء بتوجيه التيار الكهربائي للمناطق الزراعية في رية الفطام، يعني ساندنا بها السيد المحافظ في العام الماضي برية الفطام في يعني توفير التيار الكهربائي للمزارعين، تمكننا من انتاج نصف الكمية للعام القبلة، لكن هو العراق بصورة عامة انخفاض المنتج بصورة عامة. نجي للسبب الآخر وهو المهم في المحافظة وفي كافة المحافظات، هو الفلاحين والمزارعين في محافظة صلاح الدين ما استلموا استحقاقاتهم، طبعا تأخرت الاستحقاقات من وزارة المالية من وزارة الزراعة من وزارة التجارة المالية والتجارة، احنا وزارة الزراعة مسؤول عن إعداد الخطة وزراعة يعني موسم الاستزراع، ومسؤول عن تزويد الفلاحين بالمستلزمات، ومسؤولة بتزويد الفلاحين بكتب التسويق، ومن ثم الفلاح يتوجه إلى وزارة التجارة لإيداع محصولة، يعني تكون وزارة التجارة هي المسؤولة عن استحقاقات الفلاحين، لأنه الحنطة دخلت ضمن وزارة التجارة. هذا الموضوع موضوع المستحقات، ولحد الآن احنا طبعا هذه السنة الثانية هي تأخير للفلاحين. هذا الموضوع يؤدي إلى يعني مو نقول عزوف الفلاحين، الفلاح في نيته في واسة يزرع حنطة انه ما يمتلك فلوس لزراعة الحنطة، ليس عزوف، وانما فلاح قاعد يعني نقول يحلم يزرع حنطة لكن ما مستلم فلوسه من وزارة التجارة. واليوم أصحاب المكاتب بعد ما ينطون بالآجل مثل السابق؟ أكيد، لأنه أصحاب المحلات التجارية والعلاوة الموجودة في المحافظة صلاح الدين طبعا هم يعني عندهم رؤوس أموال يشتغلون بها، هم من طين فلاحين للسنوات السابقة وما قبض، يعني متفق وياه يعني على التسويق على الحاصل، واجى التسويق وما حصل فلوس، فأكيد يعني مع ذلك هم يأثر عليهم من الناحية التجارية، فيضطر أبو المحال والعلاوي ما ينطي للفلاح. طيب خلي احنا اليوم بشهر الواحد، نعم، بداية شهر الواحد، باقي كم بالخطة مالتكم، باقي كم شهر الحصاد؟ نعم، بالنسبة للحصاد يبدأ يعني بتاريخ 15/5 من هاي السنة، يعني باقي خمسة أشهر؟ أي تقريبا خمسة أشهر بالضبط، خمسة أشهر تبدأ عملية خمسة أشهر لحد الآن وزارة التجارة المبكرة، يعني وزارة التجارة نعم شقد سددت حصة أو مستحقات 50%؟ 50% من العام الماضي، 50% من مستحقات الفلاحين أثرت عليهم. نعم أكيد، يعني أستاذ بالنسبة لي يعني 50% فلاحين ما استلموا فلوسهم، يعني هو زرع الحنطة وخلى بيها ومطلوب وتقرض وحط بذورة وحصد كل فلوسه حطها بهاي الأرض وشال الحنطة وسلمها للتجارة وما قبض كل شيء، يعني لحد الآن 50%، لحد الآن يعني هاي 50% الفلاحين. طبعا هذا تدني في الإقبال على زراعة الحنطة في محافظة صلاح الدين، وأنا يعني أسمع بالمحافظات الأخرى يعني مثلنا يعني لا هي نفس الشيء سواء كل العراق بصورة عامة، هذا موضوع يخص دولة، يعني لربما أكو ظروف بالدولة إحنا ما نقدر نجزم بها. طيب ميزانية الدولة يعني. طيب يعني نروح على المبادرة الزراعية. نعم. متى وتوقفت المبادرة الزراعية وشنو كان بالمبادرة الزراعية؟ نعم، كانت المبادرة الزراعية قبل أحداث داعش، يعني قبل 2014 طبعا موجودة بمحافظة صلاح الدين، وكانت يعني تشكل دعم كبير للفلاحين. الحقيقة الفلاحين كانوا يعني يعتمدون عليها في توفير آليات الزراعة وتوفير المرشات المحورية والمرشات الثابتة والبيوت البلاستيكية التي تستعمل في انتعاش زراعة الخضر في محافظة صلاح الدين، كانت تدعم الفلاح بصورة شنو كانت كبيرة. شنو كانت تنص المبادرة الزراعية؟ شنو يقدم بيها للفلاح هذه المبادرة الزراعية؟ قدموا بيها بيوت بلاستيكية على يعني حيازة الفلاح للأرض، قدموا له بيوت بلاستيكية ومرشات محورية في زراعة
الحنطة تستخدم، وعندك حفر الآبار، يعني دعمة الفلاح أن يستلم من الدولة على المبادرة الزراعية بدون فائدة، ويسدد على شكل دفعات سنوية لمدة 7 أو 8 سنوات. هذا موضوع طبعا يشكل دعم كبير للفلاحين في محافظة صلاح الدين. المبادرة الزراعية من 2014 ولحد الآن يعني انقطعت، سدت لي يعني دعم الفلاح. قبل فترة ليست بالبعيدة كان الفلاح يأخذ الغاز مدعوم من الدولة، هل لا يزال الغاز الدولة تدعم؟ بالحقيقة الغاز هو من 2014 وقف الدعم، وقف تجهيز الغاز من ضمن المبادرة الزراعية؟ لا مو من ضمن المبادرة الزراعية، هو تابع للنفط يعني. هاي السنة سوينا يعني احنا سوينا يعني معاملات على ضمن الخطة الزراعية الموجودة في محافظة صلاح الدين، سوينا كتب يعني نأمل ان يجهزون الفلاحين بمادة الغاز المدعوم لهذا العام. اوراقنا كلها كاملة احنا في الشعب الزراعية. بس اذا تسمح لي استاذ عباس، يعني شنو المقصود بالمدعوم؟ شقد يصل سعر برميل الغاز اذا صار الغاز مدعوم؟ بالحقيقه كان يعني سابقا الغاز هو مدعوم 60-70% مدعوم من الدوله، يعني كان سابقا ب 40-45 ألف برميل الغاز السلمه. هذا طبعا موضوع يدعم الفلاح في محافظه صلاح الدين، يعني الفلاح بدلا ما يشتري برميل غاز من السوق التجارية. سعر هذا البرميل يجيب له 3 براميل، يعني اليوم سعر برميل الغاز التجاري ب 150 يعني تراوح 140-150، مرات يعني ينزل اقل شيء لل 130. هذا طبعا دعم للفلاح يشتري 3 براميل بسعر البرميل الواحد، يعني يدفع هذا سعر البرميل ب 150 الف دينار. المرشة المحورية نعم اللي غالبية الناس اليوم معتمدتها كرئيسية بالعمل مالتها، نعم ايش قد يكفيها البرميل الغاز؟ الحقيقة يعني هو يعني اكو عندك حسب التيار الكهربائي الموجود، احنا ناخذ بدون تيار كهربائي، ماكو يعني تيار كهربائي ما عندنا احنا، قبل دقائق كنا نتحدث عن التيار الكهربائي. نعم هو حسب يعني هو محرك ديزل 3 سلندر يعني 3 بستم يشتغل، يعني اعتقد البرميل الغاز يجوز ما يعني يوم واحد ما يكفي اليوم، يعني 24 ساعة ما أعتقد يكفي. أستاذ عباس أنت مهندس وتعرف بالمساحات، إذا مرشة تحتها 80 دونم أو مش مرشة 60 دونم، فئة 80 دونم أروح على 80 دونم، فئة 120 لا أروح على 60 أروح على ولا الوسط. نعم. الوسط اليوم إذا بعيد عن الكهرباء كم برميل تحتاج حتى يكمل الموسم؟ نعم والله بالحقيقة من يعني يعني بعض اللقاءات مع الفلاحين من شعبة المتابعة في مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين، طبعا شعبة المتابعة في محافظة صلاح الدين شعبة كفوءة، هي يعني صارت قسم المتابعة في محافظة صلاح الدين متواصلة دائما مع الفلاحين والمزارع توصل يعني، وتحية لهم وتحية للدكتور عمر الدليمي يعني رئيس قسم المتابعة في محافظة صلاح الدين، لأنه يعني يبذل كل جهده للإيصال إلى الفلاحين وحل مشاكلهم. الحقيقة من خلال يعني اللقاءات مع الفلاحين، يعني الفلاح يعني بالشهر المرشة 80 هي تقريبا 4 ريات تحتاج بالشهر، يعني كل رية تقريبا 5 الشهر يجوز 5 براميل إلى 6 براميل، طبعا يصرف يجوز 30-40 برميل يصرف المرشة 80-50 توصل 50 اي يعني تقريبا 7.5 مليون بس الغاز، ومرات يوصل الى 10، لان مرات تصير يعني ازمة يصعد السعر يضطر الفلاح الى يشتري. الفلاح يعني مرات البرميل إذا ب200 يضطر يشتري لأنه زرع وحاط فلوس. نعم فلوس. نعم. طيب أستاذ العام قبل أول العام 750 ألف طن، العام 350 ألف طن. نعم. اليوم هذا الموسم كيف يتبقى أستاذ؟ اليوم الحقيقة إحنا محافظة صلاح الدين يعني صارت بها نسبة استزراع، طبعا هي يعني ما تنخفض، لأن إحنا بالاستزراع الفلاحين يزرعون الحقيقة، فصارت عندنا نسبة استزراع يعني تكاد توصل إلى 80-85% من الخطة المعدة لمحافظة صلاح الدين. يعني إحنا
بالنسبة للزراعة احنا نتأمل هطول الأمطار في المحافظة. كان قبل يومين في المحافظة نسبة أمطار يعني تكاد تكون يعني جيدة يعني عبرة الوسط. إذا صار يعني غاز وفر وغاز الفلاحين مدعوم والتيار الكهربائي شوية اهتموا به صار تحسن بالتيار الكهربائي مع يعني هطول الأمطار يعني احنا نتوقع انتاجنا يرجع الى يعني رقم واحد ان شاء الله. اما هاي الامور اللي عددتها من طاقة كهربائية الى وقود الى يعني امطار اذا ما توفرت فيبقى الانتاج يعني ما يعني ما نقدر نقدره يعني. طيب إيه؟ حللت الخطة الزراعية، ليش حللت الخطة الزراعية؟ الحقيقة الخطة الزراعية في محافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى هناك شحة في المياه، دائرة الموارد المائية شحة في المشاريع في الأنهار، انخفاض منسوب نهر دجلة، انخفاض المياه الجوفية صار تقليل. أنه خطتنا في محافظة صلاح الدين هي خطة آبار ومنظومات وخطة مشاريع، نزلت المشاريع إلى 50%. المشاريع المقصود بها هي الأراضي الزراعية الواقعة على النهر. نعم، لي يعني توفير يعني قلصت الخطة 50% حتى توفر مياه للشرب ومياه للاستخدام البشري، لأنه تعرف تسحب الزراعة، فنزلت عندنا 50% مياه الخطة الزراعية للمشاريع. المشاريع اللي على حوض النهر. اللي على المشاريع على نهر دجلة. طيب نعم. طيب نروح على المياه الجوفية. نعم. شلون اليوم المياه الجوفية؟ قللت الخطة عليهم أم الخطة ثابتة؟ المياه الجوفية طبعاً هي كشي بديهي، من تنخفض الأنهار تنخفض المياه الجوفية. من يصير مثلاً صعود بمنسوب النهر ووجود أمطار ترتفع المياه الجوفية، هذا شيء بديهي معروف. احنا حاليا يعني وسط المياه الجوفية، هناك ارتفاع بالمياه الجوفية احسن من العام الماضي. نعم ايه، هناك فيضان ديجي يعني نهر دجلة يعني بحدود متر الى متر ونص ارتفاع حسبي، يعني الموضوع يعني ونتوقع بعد اكثر تصير، لانه نسمع اكو بداخل العراق هناك فيضانات، هناك أمطار غزيرة في المحافظات الشمالية. هذه الأمطار وهذه الفيضانات اعتيادي راح تنزل في نهر دجلة ويؤدي إلى ارتفاع المياه الجوفية مياه الأرض. طيب أستاذ اليوم أحتاج عوامل حتى نختم وياك، شنو العوامل اللي يحتاجها أستاذ عباس للنهوض في الواقع الزراعي؟ اليوم الواقع الزراعي لا يزال نعم يعني ما بين حدود مفتوحة أمام المنتج العراقي، وأيضا حتى اليوم قلت نسبة الخضر في محافظة صلاح الدين بشكل كبير. نعم. خلينا نشوف على أسباب والمرة ليش قلت الخضر. والله بالنسبة أستاذ بالنسبة لزراعة الخضر في العراق وفي محافظة صلاح الدين تحديدا اللي إحنا من ضمن يعني نطاق عملنا، يعني قلة الدعم للفلاح، عدم توفر الأسمدة يعني بكمية الأسمدة. احنا الزراعة يعني دوائر الزراعة والشعب الزراعية تصرف كتاب سماد، لكن السماد مو موجود بالمخازن، يعني فلاح شايل كتاب ورقة ما بها فائدة. أسعار طبعا شو علاقتكم بالتجهيزات الزراعية؟ احنا بالنسبة التجهيزات الزراعية هي تشكيلة من تشكيلات وزارة الزراعة منفصلة عن مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين. التجهيزات وظيفتها هي التجهيز، تجهيز الأسمدة وتجهيز المعدات، يعني يجيها كتاب من الزراعة وهي مسؤولة عن توفير وتجهيز المادة في التجهيزات الزراعية. كتاب التجهيز يصدر من الإستاذ؟ يصدر حسب الخطة، حسب الخطة المعدة في هذا الموسم اللي جهزوا للفلاح. احنا جهزنا الحقيقة جهزنا كتب سماد الداب بنسبة 5 كيلوغرام للدونم، طبعا هاي نسبة قليلة. حقيقة نهاية حلقتنا نشكر المهندس الأخضر الأستاذ مدير عام دائرة مدير عام مديرية زراعة محافظة صلاح الدين إلى حلقات أخرى مع فريق العمل، وتحياتي أنا محمد السامرائي. لا يفوتني أشكر مرافقني في هذه الحلقة أحمد الدوري مصطفى محمد، وفي الإخراج سيف المهند.